حرصت مملكة البحرين على المشاركة شعبيا في مهرجان أيام الشارقة التراثية في نسخته 16، حيث استرجع الأبناء أصالة الماضي واطلعوا على تاريخ الأجداد من حرف ومهن وعادات وتقاليد وحياة شاقة لا تشابه يسر هذه الحياة. الزميلة إيمان شرف زارت إمارة الشارقة وعادت لنا بالتقرير التالي. صور كانت جزءا من مشهد تراثي اكتمل بريقها وبان وهجها بطقوس وعادات بحرينية تصدرت محيط كل بقعة حلفها القدر أن تعبر عن فرحها وابتهاجها بشرف المشاركة في أيام الشارقة التراثية عبر الموروث الشعبي والتراثي البحريني الذي قد يغني عن 1000 كلمة تقال في هذا المقام. واحنا جايين نمثل ديرتنا في الشارقة في مهرجانهم التراث القرية التراثية، واحنا حين نقدم الكباب والخنفروش والقيمات والأكلات الشعبية ككل يعني، واحنا فخورين بصراحة ان تواجدنا في هذا المهرجان عشان نمثل ديرتنا وشارك معهم بتدشين كتاب السنع، وهو الأقوال المتداولة في المناسبات الاجتماعية، والكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات أنا قدمتها في ورشة. أيام الشارقة التراثية إنارة شعبية استطاعت أن تطبع في ذهن كل مار ومتريث لرؤيتها لتعكس التألف العميق الذي يجمع سمو المناسبة بالدوافع الصادقة التي تقف وراء الاحتفاء بها من قبل كل مشارك بحريني حرص أن ينقل تراث المملكة ويمثلها خير تمثيل. ليه ما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل؟ هذا اللي أنا دوره من شعبي. تزامنا مع عام زايد سوينا فكرة مندوز زايد، الفكرة مالته أنه تطلع منه دمية تشرح باختصار بطريقة مباشرة للأطفال معلومات عن الشيخ زايد الله يرحمه بصورة مبهرة تلفت الانتباه الأطفال تشدهم، ومزجنا فيها بعض المؤثرات الصوتية وبعض الإضاءات، هذه خلى الأطفال ينشدون وتوصيل معلومة مباشرة للطفل بطريقة العرض بواسطة الدمى. نوضح للجمهور المتواجدين في هذا المهرجان لعبة الدامة، وهي اللعبة التاريخية الأثرية اللي لعبوها أجدادنا من زمان في دول مجلس التعاون. طبعا لعبة الدامة لعبة شعبية قديمة تمارس في جميع دول العالم تقريبا، وأهمها دول الخليج وتركيا ولبنان والعراق، فإحنا تواجدنا لإحياء هذه اللعبة. يعني تقريبا هي اندثرت في الآونة الأخيرة، لكن إن شاء الله إحنا راح نرجعها. كل نسخة من أيام الشارقة التراثية تبعث العزة والمفخرة بالتراث الإماراتي والخليجي على وجه العموم في ملتقى جمع حضارات وثقافات متعددة في مدينة الشارقة التي بات الجميع يعرف دورها ومكانتها الثقافية وجهودها في مجال الحفاظ على التراث والتاريخ والتعريف بهما. عددهم من الدول العربية والأجنبية مشاركة في فعاليات أيام الشارقة التراثية وتحت شعار بتراثنا نسمو، كان لمملكة البحرين النصيب من المشاركة بالفعاليات والأنشطة والأكلات الشعبية التي حظيت بإقبال كبير من الجمهور. إيمان شرف لمركز الأخبار الشارقة الإمارات العربية المتحدة.